مطيعون لكم لأوامركم يأتمرون بها وينتهون عما نهيتم عنه. وأنتم القائد الأكبر وإن شاء الله يمتثلون جميع ما تأمرون به. وهم يسجونكم بقاء العراق. غير هذا لا يسجون. وهذه الزيارة جاءت لأجل تجديد العهدكم ورجاؤكم بهذا الأمر. والحمد لله رب العالمين. شعوري تجاه عوارضكم تجاه عوارض الإخوان والأحبة والمؤمنين، وهذا ليس غريبا عنكم هذه العواطف وهذه المشاعر. فأنت من قادة الإسلام ومن علماء الإسلام ومن المنارات التي نعتز بعلمهم ومؤلفاتهم وفضلهم وجهادهم. ونسأل الله أن يحفظك يا سيدنا سندا وذخرا لي وللإسلام وللنجف وللطائفة أما الأبناء والأعزاء فأنا أعبر لهم كما يعبر الأب بالنسبة إلى أبنائه، وأعبر لهم عن شكري واعتزازي وأطمئنهم بأني إن شاء الله لا أفارقهم وأكون معهم في مكان الدهر والمحاكم الدهر. ونسأل الله أن يرعاهم ويجمعنا معهم على التفكير.